يا نايب وحد الدايب، قوموا على سحوركن، رمضان جاي يزوركن. قوموا يا اللي ما بتدوموا، قوموا يا اللي ما بتدوموا. ابو فايز، ابو فايز. اهلين ابو نزار. هات هات شوفي عندك لبس وخلافه بدك تفرقن وتوزعن على الفقرة حولي جماعة درويش وأوضاعن على قده. لك أنا بحياتي ما فرقت شي لك أبو نزار، مين قالك بدي فرق؟ العمش. لكن شو بتعمل بالغراض يلي بيقدموا عندك؟ بضل بلبسه ليتخو آخر شي بكبن. له يا أبو فايز له، وما بتفرق شي ولا بتتصدق بشي؟ لك الله دخيلك لك أبو نزار، ليش لا أعطي الناس؟ كل مين الله بعينه ما بينسى حدا ربك. اسمع مني هالحكاية لكن. عود لشوفه، عود أول شي، عود وحكي لي. هاد يا سيدي، بيوم من الأيام في زلمة طيب ومرتب شرواك وأوضاعه عادية، يعني على قد عايش وراضي. أي ألف الحمد لله، الله يرضي الجميع. بيوم من الأيام شاف جاره الدرويش عم يشتكي من البقرة يلي عنده، وإنه ما عم تنزل له ولا نقطة حليب ليبيع منها أو يطعمي بناته هالمساكين. الله يعين العباد لك أبو نزار، الله يعين العباد، الله وكيلك ما حدا مرتاح. لا والله. قام هالزلم الطيب قال لحاله لازم حاول ساعده. الله يجزي الخير، الله يجزي الخير، إذا بطلع بإيده ليش لا. وراح صار يتدين مصاري من هون ومن هون ليساعد جاره ويجيب له غير هالبقرة يلي عنده. الله يرزقه، الله يرزقه ويعوض عليه. جمع هالزلمة هالمصاري وراح جاب بقرة حلابة ويا سلام، وراح أخذ له إياها لجاره وقال له هاي هدية مني لألك، وفرح جاره وطار عقله. الجار للجار لك عيني، الجار للجار. بعد فترة يا عمي أبو فايز وفى دينه هالزلمة ورجع كل شي تدينه من هالعالم مشان يشتري هالبقرة. الله يعوض عليه، الله يعوض عليه، شلون لكان. وبيوم من الأيام راح هالزلمة هو وولاده ليتصيدوا وياكلوا من الغابة، ولا بتخلص المي اللي معهم وهنن بعاد كتير عن بيتهم، فبضطر الأب يلاقي طريقة يسقي فيها هالولاد. هي وشو عمل؟ حنون الأب دائما. لقى هالزلمة مغارة صغيرة كتير وشكلها برعب، قال لأولاده أنا رح أنزل لجواتها لدور لكم عمي، وشال حاله ونزل، أنتوا بس استنوني. يا سلام، ايه كمل لي. ولا هالمغارة بتطلع كبيرة كبيرة وبتضيع يا أبو فايز. العمى. ايه؟ إجا الليل وهالأب ما طلع، وإجا تاني يوم وهالأب ما طلع، والشباب خافوا ينزلوا على المغارة وقالوا لحالهم يمكن عضته شي حية لأبونا وعطانا عمره. الله يرحمه. ايه كفي كفي لشوف. استنوا يومين كمان وأبوهن ما طلع، قاموا شالوا حالهم رجعوا وبلشوا يتفقوا شلون بدهم يقسموا الورثة. الله يهديهم، بس الله يهديهم، هذا هم الشباب أبو نزار، هذا همهم. ايه والله، ايه والله. راحوا لعند الجار وقالوا له أبونا مات ومنعرف إنه عاطيك بقرة ونحن بدنا إياها، هي مو من حقك، حقنا لإلنا، وإذا ما عطيتنا إياها بدنا نذبحها. ايه كمل لي. سألوا الجار كيف مات؟ مالي خبر وين؟ قاموا هالولاد حكوا له القصة ودلوه على مكان المغارة، قال لهم خدوا البقرة ما عاد بدي إياها، وحمل حاله بسرعة وراح لمكان المغارة. ايه وشو سوى؟ شو عمل؟ احكي لي كمل لي بقى. نزل لك على هالمغارة يا معلم، ولا صار يسمع صوت رجال عمي انه يتوجع، راح لعنده بسرعة، راح لعنده بسرعة وشاف هالرجال الطيب وحمله وطالعه وداواه وصحة. ايه الف الحمد لله، والله فكرته مات انا. قال له احكي لي شو صار معك، خبرني. قال له هالزلمة الطيب نزلت لك على هالمغارة دور عمي لولادي وما عدت اعرف اطلع، اتحملت يوم يومين وثلاثة، بعدها تعبت من جوعي، بس يلي ضل مصبرني المي اللي عم اشربه، حسيت طعم تلبن وحليب، بس اليوم الصبح المي مدري شو صار له وما عاد فيها طعمي. اوف وليش بقى؟ رد عليه الجار وقال له لانه ولادك اخذوا الصدقة والمعروف يلي عملته معي، وانقطع الحليب يلي خليته يسقي بيتي وعيلتي. اوه يا سلام يا سلام يا أبو نزار. بقى يا أبو فايز برضاي عليك، خليك عم تزكي وتتبرع وتشوف شو لازم هالناس، وطول ما بتقدر تساعد ما تقصر ولا تبخل، وتذكر دائما إنه كل شي بتدفعه بيرجع لك بالخير إلك ولعائلتك ولحياتك. يا عيني عليك على هالحكيات يا أبو نزار، يا عيني عليك.
مفيز مفيز، طبقي لنا بقجة الاغراض القدماء وحطي لنا متجدد كمان. يا نايب وحد الدايب، قوموا على سحوركن، رمضان جاي يزوركن. قوموا يا اللي ما بتدوموا، قوموا يا اللي ما بتدوموا.